السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة الأولى ثانوي علمي أينما كنتم وحيثما وجدتم نتلاقى. واليوم إن شاء الله ما زلنا في البرهان بالخلف. اليوم إن شاء الله نتبتوا باللي واحد على ثلاثة عدد غير عشري. نتبتوا واحد على ثلاثة ومن بعد بإذن الله نتبتوا واحد على سبعة. قبل هذا وذاك وش قلنا احنا من قبل على البرهان بالخلف؟ قلنا بلي نتبتوا شيء ثم نجد ماذا؟ نجد نقيضه، ثم نجد عكسه، نصيبوا الكونترار ديالو. احنا نقولوا حاجه ومن بعد نصيبوا الكونترار تاعها، نفرضوا حاجه ومن بعد نصيبوا الكونترار ديالها. هذا هو واش معناها البرهان بالتراجع. كيفاش نثبتوا حاجه، نفرضوا حاجه ومن بعد نجد نقيضها. قبل هذا وذاك ثاني مره اخرى نذكركم واش معناها عدد عشري. عدد عشري هو عدد مكتوب ولا يقبل الكتابه من الشكل هذا، بي على 10 أسآن. نقدر نكتبوا هذا بي. هذه وشنو البسط؟ هذا البسط ينتمي لزاد، مجموعة أعداد صحيحة النسبية. شكون هي زاد؟ هذه هي الأعداد اللي تكون بالموجب ولا بالسالب وما تكونش فيها الفاصلة. وعشرة 10 أسآن، وآن هذه تنتمي إلى آن، مجموعة أعداد طبيعية. شكون هي مجموعة الأعداد الطبيعية؟ هي مجموعة الأعداد اللي تبدا من صفر، واحد اثنين ثلاثة، كل مرة صوتي درجة واحدة وما كاش الفاصلة ثاني مرة أخرى. خلاص، دونك أي عدد نقدر نكتبوه هكذا يقبل الكتابة من الشكل هذا هو عدد عشري. مثال: 6 على 10 أس 1، 5 على 10 أس 2. يعني كاتبهم هكذا. نقدر نقول لكم ثاني 0.5. إيه بصح 0.5 مش مكتوب هكذا. 0.5 قادر نكتبه 5 على 10 ولا 500 على 10 أس 2 يقبل كتابة من الشكل هذا. إذن هو عدد كيفاش؟ عدد عشري. هذا واحد على ثلاثة هو عدد ما على بالناش نتبتوه شنو هو، بصح كما راكم تشوفوا دوكا عدد ناطق. اللي تخلطت له بزاف ما بين الأعداد الناطقة والعشرية يروح يكتب باليوتيوب الأستاذ عبد الرزاق بوشكال المجموعات الأساسية للأعداد، يصيب تماك واش راه حاب بإذن الله تعالى. حنا نبداو الإثبات تاعنا. واش نقولوا؟ نفرض أن واحد على ثلاثة عدد عشري. قلنا نفرضوا العكس تاعو، قال لك عدد غير عشري، احنا نقولوا له عدد عشري. وبالتالي يقبل الكتابة، ما لا قادر نكتبه، يقبل الكتابة من الشكل. وشنو هو الشكل؟ الشكل هذا بي على 10 أس آن اللي كتبها من قبيلة. بحيث بي هذا ينتمي الزاد وآن تنتمي الآن، مجموعة الأعداد الطبيعية. ونكتبها هنا خير، ها نكتبها هنا. بحيث بي ينتمي الزاد وآن تنتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية. خلاص، دوكا واش نقولوا؟ نقولوا نضع ماذا؟ ندير هذه تساوي هذه. نضع واحد على ثلاثة تساوي لي بي على 10 أس آن. نواصل، يلا واش ندير دوكا؟ نضرب واحد في 10. كي نضرب واحد في 10 أس آن، لازم نضرب ثاني هذه ثلاثة في بي. واش تولي لي؟ 10 أس آن تساوي لي ثلاثة بي. نقلبهم كي شغل ما درت والو. ها ثلاثة بي تساوي لي 10 أس آن. مالا بي ماذا تساوي لي؟ 10 آن على 3. إن شاء الله برك ما تكونوش تغلطوا في هذه عساكي ما هذه. ها 3 بي واش تساوي؟ تساوي لي 10 آن. ماذا تساوي لي بي في الحالة هذه؟ بي تساوي لي 10 على 3. هذه سهلة، مالا اللي تلفت له يدير 2 في 5 تساوي 10. ماذا تساوي 5؟ تساوي 10 على 2. أون سي جامي، واحد فيكم تلفت له ولا واحد فيكم يقرأ بالمراسلة. دوك أنا نشوف 10 آن على 3. يا هل ترى كي نقسم 10 على آن، كي نقسم هذه 10 آن على 3 راح نصيب هنا عدد ينتمي لزاد؟ يا هل ترى كي نقسم 10، لو كان نقسم 10 على 3، لو كان نقسم 10 شحال نصيب؟ نصيب يعني 3 فاصل عدد. نقسموها بالآلة حاسبة ونشوفوا كيف هكذا باش ما تلفناش. راح نصيب واحد العدد، ها 10 تقسيم 3 كم تساوي؟ تساوي 3.333. كاينه بزاف ثلاثات الى ما لا نهايه، يعني عدد لا ينتمي للزاد فيه الفاصل. وحنا قلنا لازم ما ينتميش الفاصل. حتى لو كان ندير زعما 10 اس 2 نقسم على 3 راح نصيب 10، راح نصيب 3 فاصل ولا نصيب عدد فيه الفاصله. يعني كما نقولوا حنا اعداد غير منتهيه
بعد الفاصلة. صح، ملا واش نقول؟ نقول إذن لدينا ثلاثة لا يقسم 10 أسآن، ولا نقول حاصل قسمة 10 أسآن على 3 ليس بعدد صحيح نسبي، ليس بعدد صحيح نسبي. إذن هذه 1 على 3 عدد غير 20. سي بون، هذا ما كان صبنا عدد غير 20. صح، دوكا عمالي دوكا نمد لكم تمرين واحد اخر، سؤال واحد اخر. حطوا هذه هنا. دوكا لو كان نقول لك اثبت ان، نقول لك اثبت ان 1 على 7 عدد غير 20، واش راح ندير في الحاله هذه؟ ندير كيما درت هنا، برك هنا في بلاصه 3 ندير 7، واش قلنا هنا 1 على 7؟ ندير 7. هذا ما كان، واش نقول؟ ها، نفرض ان 1 على 7 عدد 20. هاي نعاود نكتبها لي مليك. ها، وبالتالي هذه طلاص نحطوها منا، طلاص دي نحطوها منا احسن. وبالتالي يقبل، نكتب رابيد معليش، بالتالي يقبل كتابه ولا كتابة من الشكل ب على 10 أسآن. أنا ندير إملاء الروحي. ها، بحيث ب تنتمي لزاد وآن تنتمي الآن مجموعة الأعداد الطبيعية. نضع ماذا؟ ولا لدينا، ولا ما نقولش كاع 1 على 7، هنا 3 وهنا 7، كتشوفوا ب على 10 أسآن مع الآخر كيف تخرج لي كيما هذه. بي ماذا تساوي لي؟ تساوي لي 10 أسآن على 7. ونشوفوا في الحالة هذه إذا قسمت أنا 10 على 7 ولا 100 على 7 ولا 1000 على 7 راح يخرج لي. نقسمه ونشوفه. ها، نقسمه يا سيدي 10 على 7 ونشوف. ديجا عدد فيه الفاصلة، خلاص عدد فيه الفاصلة، ما نحاوسوش نفهمه مالا. عدد فيه الفاصلة معناها عدد غير نسبي. واش نقول مالا؟ نقول 7 ليس قاسما لعشرة أسآن، ولا نقول ثاني الحاصل القسمة، ولا عندما نقسم هذا على هذا لا نجد عددا صحيحا نسبيا. خاطش قلنا هنا بي، واش قلنا؟ قلنا باللي بي تنتمي لزاد، وحتى هنا ثاني قلنا باللي بي راهي تنتمي لزاد، ليس قاسما ل. إذا 1 على 7 عدد غير 20 يا أيها التلاميذ الأعزاء الأكارم والأفاضل. وصلنا لختام هذا الفيديو، على أمل إن شاء الله ديروا نجام أبوني بارتاجي كومنتي وتدعيونا بالخير، وتهلاو في روحكم وديروا أبوني باسكو راه جاي جديد إن شاء الله، وتهلاو في روحكم.